مساء الخير، ازيكم؟ مش اخباركم؟ عامل ايه؟ معاكم بينهم وفيديو جديد كالعاده. يا رب يكون الفيديو اللي فات عجبكم وتكون الفكره منه وصلت لهم ان هي ما فيش حاجه اسمها شهاده 20 و21%. انا بس كنت بحاول اوصل يعني اكبر عدد ممكن من الناس علشان اوضح له نقطه معينه واتشرحت في الفيديو، هتلاقوا اللينك بتاعه تحت في الاي فوق. اتمنى انكم تتفاهموا الموضوع ده، لان في ناس كلمتني كانت عاده تعمل شهاده 20 و21% برضه. ده يدل يدل على شيء، يدل ان هم تقريبا شافوا الصن بنيل بس، او شافوا اول دقيقه في الفيديو بس اللي كنت بتقول فيها ان شهادته 20 و21%، اللي هي برضو كان فيها ان انا كنت بقول ان ده كان يعني عنوان كده عشان اخلي الناس تدوس على الفيديو تسمع اللي انا عايز اقوله. اهلا بكم في فيديو جديد النهارده. 30 مايو 2021، النهارده الاثنين. في كلام شبه مؤكد خلاص، على الاقل من ناحيه البنك مصر، ان بنك مصر خلاص لغى شهاده 18%. وانا عملت تشيك في الموضوع ده واتاكدت فعلا ان الابلكيشن البيم اونلاين اتشالت منه امكانيه انك تعمل شهاده 18%، والشهادات 11% اللي هي شهاده القمه في بنك مصر بدل ما تبقى 11% هتبقى 14% ومدتها 3 سنين بس. فكده اوفيشال نقدر نقول وداعا لشهاده 18%، واهلا ومرحبا بكم في شهاده ال 14% لمده 3 سنين بدل 11%. الكلام ده ساري على العملاء اللي هتبدا تعمل شهادات من بكره، او اللي شهاداتها 11% وهتخلص مثلا النهارده، او هتخلص بكره وهتتجدد، فهتتجدد تلقائي على 14%، مش هتتجدد على 11%. ده الكلام اللي اعلنه بنك مصر على صفحته على فيسبوك. هسيب لكم برده سكرين شوت هنا او هنا للبوست بتاعهم على فيسبوك، الصفحه بتاعتهم. بالنسبه للبنك الاهلي، الاخبار اللي تم تداولها على السوشيال ميديا من مواقع بتجيب اخبار دايما موثوقه، ان البنك الاهلي وبنك مصر نفس الموضوع برده، ان البنك الاهلي برده لغى شهاده 18% وخلى شهادته 11% مده 3 سنين بتاعته وخلاها 14%. فده يعني نقدر نقول بنسبه 98% هيطلع بنسبه يعني كبيره اهو 98% ان ده هيكون فعلا صحيح، والبنك الاهلي برضو هيتبع نفس النهج بتاع بنك مصر. ليه البنكين لغوا 18%؟ عشان كده انف اذا انف زي ما بيقولوا الجماعه الاجانب. خلاص لموا تقريبا حوالي 700 مليار جنيه البنكين على بعض، شهادة 18%. لو قدرت جبت على حسبه كده وحسبت 700 مليار في 18%، تشوف البنكين دول هيدفعوا كام فوائد للعملاء بتاعتهم. فهم يعني الهدف المرجو من الشهاده دي ان هو يلموا اكبر عدد ممكن من الفلوس. حصل بالفعل، فالسيوله الزياده اللي في البلد ابتدت لم، فكان لازم البنك يوقف الشهادتين دول علشان دي كوست زياده على البنك، كفايه كوست اكتر من كده، مش هينفع يبقى الكوست عليهم بالشكل ده لمده اطول من كده، خصوصا ان الشهاده نازله بقى لها مده يعني. فعشان كده كان لازم نلغي الشهاده دي، او كان لازم البنكين دول ياخدوا ان هم اجراء يلغوا الشهادات. حته ان 11% تبقى 14% دي طبعا تباعا مع رفع الفائده بتاع البنك المركزي، لما رفع الفائده بتاعته في اخر اجتماع ليه 2%، فده خلى الفوائد تزيد في البنوك على بعض المنتجات سواء كانت قروض او شهادات او حسابات توفير. فكان لازم بنك مصر والبنك الاهلي يرفعوا الفائده بتاعتهم ب 11% تبقى 14% على شهاده 3 سنين، وده اعتقد كل البنوك يعني تباعا هتبدا تمشي في الموضوع ده. سمعنا برضو الاسبوع اللي فات ان بنك سي اي بي عمل حاجه زي كده في الشهادات اللي عنده، واعتقد باقي البنوك هتعمل نفس الوضع. وطبعا بتماشيا مع زياده الفائده اللي رفعها البنك المركزي، وفي نفس الوقت علشان الجنيه المصري يقدر يحافظ على جزء من القوه الشرائيه بتاعته لاطول مده ممكنه. يعني بدل ما ال 100,000 جنيه تجيب لك 11,000 جنيه في السنه الواحده لمده 3 سنين قدام، لا هو عايز يخليك تجيب 14,000 جنيه، تقريبا حوالي 3,000 جنيه فرق زياده في كل سنه، يعني حوالي 9,000 جنيه في الثلاث سنين. انا مش عايز اوضح لك ان القوه الشرائيه للجنيه هتقل نفس المقدار، فبالتالي هو عايز يظبطها بان هو يزودها لك ب 9,000 جنيه، لا هي يعني اداه من ضمن ادوات كتير بيحاول البنك يحافظ بيها على القوه الشرائيه للعمله بتاعته اللي هو الجنيه المصري. فبالتالي يعني بالبلدي خلاص، عشان اللي معاه 100 جنيه دلوقتي مش هيبقى زي اللي معاه 100 جنيه بعد سنه، فالدنيا الاسعار اللي حواليهم بتزيد، فكان لازم بنسبه كبيره الشهادات دي ترفع او الشهادات دي تزيد عموما. فكل البنوك هتبدا خلاص تودع شهادات ال 11% او ال 10% اللي شغاله عندها لمده 3 سنين، وهتبدا تحط شهادات اكتر من كده. اللي هيحط 13 هيحط، اللي هيحط 14 هيحط، ما اعرفش في ناس هتحط 15% ولا لا، بس كل بنك على حسب. ان دي خلي بالكم كوست او تكلفه على البنك، فلازم يعرف البنك هيحط الفائده دي ازاي. فانا حبيت في الفيديو ده اشارك معاكم الخبر الجديد ده. خلاص بدايه من بكره 31 مايو 2022 تقدر بشكل رسمي لو شهادتك 11% خلصت وتتجدد هتتجدد على 14%. لو انت عايز تعمل شهاده جديده هتعملها 14% من كافه